السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. معكم زكية الفيري من قناة ويت زكي نازا. وصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن فقاس بجامبو ديك رومي المبزر، يعني هذاك اللي كيكون فيه البزار. غتكون وصفة بالفعل رائعة، مذاقها لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تبعوا جميع المراحل حتى النهاية. قبل ما نبدأ في المقادير إن شاء الله، كنتمنى أنكم تدعموني كما ديما باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم. ما تنساوش اللايكات لأنهم هما اللي كيساعدوا أن الفيديو ينتشر أكثر. ما ترددوش أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة وباش تكبر القناة حتى. وبالنسبه للناس الجداد، كما ديما مرحبا بكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، مرحبا. ما تنساوش تسجلوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد ديالي. نبداو على بركه الله في المقادير. غادي نحتاجوا 100 غرام ديال زبده حيوانيه من النوع الجيد، زبده ديال العبار. بدرجة حرارة المطبخ، أنا كانت عندي في الثلاجة فاضطريت أنني نحطها في الميكرووند باش تدوب ليا واحد شوية وباش ما تعذبنيش في الخدمة. هنا 100 غرام ديال جامبو ديك رومي. الدقيق نحتاجو 500 غرام. هنا كاس ديال الحليب بعبار كاس العنبة. غادي نحتاج هنايا المعلقة ديال الهريسة. انا فضلت الهريسه، مي ممكن ديروا الفلفل الحار. بالنسبه للبلدان يعني اللي ما كتوفرش على الهريسه ديالنا، اكيد ممكن ديروا ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل الحار. هنا معلقه صغيره ديال لاموطاط، معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، وغنحتاج كذلك الملح واحد معلقه صغيره والابزار واحد نصف ملعقة صغيرة. غادي نبداو ان شاء الله. كما كتلاحظوا هاد الفقاس ما فيهش البيض. غادي نوضع دابا نص ملعقة ديال البزار. الهريسة، لاموطا، جامبو ديالي، الملحة. معلقة صغيرة غادي نخلط هاد العناصر. ممكن تضيفو حتى الفرماج الأحمر كيلذذ بزاف هاد الفقاس. إلا بغيتو تزيدو فرماج أحمر غادي ديرو 100 غرام بالضبط. غادي نبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه. كما كتعرفوا كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. بحال الا هو الاول كنلبس الدقيق ديالي بديك الزبده، وعاده باش دابا غادي نبدا نضيف في الحليب.
دابا من بعد ما العجين ديالي صافي تجمع للاشاره، انا مقد يعني شاطلية الدقيق من ديك 500 غرام. اشنو درت؟ لانني محتاجه انني يكون عندي زعما كميه كبيره، فزدت شويه ديال الحليب تقريبا واحد ما كاملش نص كاس. دابا كنظن راكم اعتاديتوا على هاد المرحله، غادي نديرها بسرعه، يعني غادي نصوب حرابل. اسهل طريقه صراحه هي هاد الحرابل، ممكن ديرو بواحد الشكل انه يجي بحال هكا على شكل مثلث او لا، مي انا ملي كنكون مزروبه صراحه ومكيكونش عندي الخاطر بزاف، فكنفضل غير هاد الشكل. دابا غادي نوضعو ان شاء الله في المجمد مده ديال ساعه ونص. مهم الا ما كنتوش مزروبين به خليوه واحد شويه. كندير بهاد الطريقه وكندخلهم للمجمد وكنستمر بنفس الطريقه بالنسبه للحراب الاخرى. هنا من بعد ما خرجت الحربول ديالي من المجمد غادي نقطعو، وكما ديما تنقول لكم انه تبداو تخرجوا حربول بحربول لانه فيه الزبده، ودابا كما كتعرفوا فصل الصيف فدغيا كيبدا يدوب لينا وكيعذبنا تقطع. كتسمعوا الصوت؟ مهم انا نفضل نبدا نقطع وهو هكا جامد على انه يكون صافي يطلق، حيت غادي يعذبني وما باقاش وحتى الشكل ما كيبقاش باين دائري. غنستمر بهذه الطريقة. طبعا لاطا غادي تكون مدهونة بالزيت باش ما يلصقش ليا، والفران كيكون مسخن مزيان. هانتوما كما كتشوفوا صافي، ونبقى مكمل على هذه الطريقة حتى كنسالي. الفقاس ديالي كيجي على هذا الشكل، كنتمنى انكم تجربوه، كيجي في المذاق رائع، بنين ملح ومقرمش. كنتمنى انكم تجربوه. يلا ذقتو؟ باقي المذاق ديالو فمي. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. ما تنساوش لايك او جيم الى عجبكم الفيديو، وفي انتظار الفيديو القادم اخواتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.